الفترة الأخيرة اللي شهدها العالم مع تغيرات وتفشي فيروس كورونا حصلت تغيرات كتير جدا، ومن ضمن المجالات اللي حصل فيها التغيرات دي هو مجال التكنولوجيا، زي مثلا تأثر العاملين بالشركات اللي أدى إلى تأثر الشركات نفسها. والموضوع ما وصلش حد كده وبس، لا ده دلوقتي في مخترقين بقى تسترزق أو بتعمل هاك للناس على حساب فيروس كورونا بطرق كده هبقول لكم عليها جوه الحلقة بإذن الله. فيلا بينا. مع تفشي فيروس كورونا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي اصبح الموضوع صعب جدا ومؤثر جدا على كل حاجة تقريبا. يعني مثلا في مجال الرياضة هما دلوقتي فعلا بيدرسوا ان هما يعملوا ايقاف لدوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي بسبب فيروس كورونا. وفي مجال التعليم هنا في مصر برضو طلعوا قرار ان هيوقفوا الغياب او هيرفعوا الغياب عن المدارس، بحيث ان الغياب ما يكونش بيتسجل او ما فيش تعداد بيعد عليك الغياب، وده طبعا اتلغى تاني يوم الصبح. وفي فتاوي طلعت هنا في مصر بتقول ان يجوز الغاء صلاة الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا. يعني لو في فيروس مثلا في الشارع او الدنيا خطر ممكن يلغوا صلاة الجمعة عادي جدا. ولو رحت على صحيفة CNBC هتلاقي أخبار، ولو رحت على CNN News هتلاقي أخبار، ولو رحت على اليوم السابع هتلاقي أخبار، والأخبار كتير جدا حوالين الفيروس كورونا وفي عدة مجالات الصراحة. والتأثر ده وصل لحد مجال التكنولوجيا اللي هو دلوقتي بقى أكتر مجال متأثر بفيروس كورونا. العاملين بطلوا يروحوا الشركات، مما أدى إلى أن الشركات بدأت تبطأ الريتم بتاعها أو تتأخر شوية. ودلوقتي احنا هنناقش بعض الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا في التكنولوجيا. نبدأ بأول خبر معنا من صحيفة CNBC واللي بتقول ظهور أول حالة إصابة لكورونا في موظف لشركة أبل بإيرلندا. ومش بس كده، لا ده كمان أكدت معهم أمازون ومايكروسوفت وجوجل برضو ظهور حالات إصابات في العاملين بالشركة. وده طبعا يعني خبر مهم جدا مش محتاج كلام. يعني أكبر شركات العالم مايكروسوفت جوجل أمازون أبل، أكبر 4 شركات تقريبا في العالم كل فيهم موظفين أصابوا بفيروس كورونا. معنى كده إن في تذبذب هيحصل في الشركات دي، ده فيروس خرب الدنيا. فواحد بقى من الموظفين اللي في الشركة دي اتصاب بالفيروس، فكل شركة تبتدي تاخد حذرها وهيبتدي يحصل كده جو إيه، يعني جو مرعب شوية. كمان خبر تاني من CNBC بيقول ان شركة ابل في اوائل 2020 كانت محققة اعلى ارباح ليها يعني على مدار تاريخها. بعد ظهور فيروس كورونا معدل الارباح يعني هو استمر فوق 3 شهور في شهر ديسمبر وقعد لشهر مارس، واول ما بدأ فيروس كورونا يتفشى يعني كده والناس تسمع بيه بدأت الأرباح تقل بتاعتهم ونزلت لحد 20% نسبة نقص يعني في الأرباح. يعني ده كمان خبر يوضح لك أهمية التأثير اللي مثره فيروس كورونا على جو الشركات وكده. فأنت ما بالك بقى بسبب فيروس نزل الشركة اللي جابت أعلى أرباح في تاريخها، طبعا كان بسبب آيفون 11 برو ماكس والضجة اللي كانت معمولة عليه. يعني أول ما جاء فيروس كورونا خلى الموضوع نزل تحت 20% نسبة نقص. ونيجي لتالت وآخر خبر من صحيفة CNBC واللي بيقول إن معظم الناس في الشركات بدأوا توقفوا عن العمل او يروحوا شغلهم لشركتهم وبداوا يشتغلوا من بيتهم. وده ادى لحاجه، ادى ان الشغل المنزلي او العمل المنزلي او الفريلانسنج زادت نسبه الشغل بتاعته وقلت نسبه شغل الشركات. وبكده اصبح الشغل المنزلي هو اعلى معدل من شغل الشركات واعلى استفاده. يعني انت متخيل بدل ما كنت بتروح شركتك وبتشتغل فيها انت جيت وبدات تشتغل من بيتك من اللابتوب بتاعك، وده اسمه فريلانسنج. ومن خلال كده نسبه الفريلانسنج زادت ونسبه الطلب على الشغل. بدل ما انت كنت تروح الشركه تطلب شغلانه، لا انت دلوقتي بالنت على موقع مثلا Upwork او Fiverr ممكن تخش تبحث عن شغلانتك، تلاقي واحد قاعد زيك في البيت برضه مش رايح شغله بسبب فيروس كورونا، وشغل البيوت بقى هو الشغل المنتشر. وده توضيح لان في حاجات فعلا بتنزل وفي حاجات بتطلع والنسب تتغير يعني بطريقة فعلا غريبة جدا بسبب فيروس. ونروح لتاني صحيفة عربية معنا وهي صحيفة اليوم السابع. اول خبر معنا من اليوم السابع بيقول ان بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وميلينا زوجته وبعض المؤسسات الخيرية اتبرعوا ب $125 مليون بهدف يعني علاج مرضى فيروس كورونا. يعني الصراحة خبر يعني سعيد، وفعلا في ناس في التيك مهتمين بفيروس كورونا وان هم عارفين ان الناس المرضى دول هيأثروا عليهم، يعني هيأثروا على الشركة، فهم برضو بيساهموا بحيث ان هم يعالجوا المرضى وبحيث ان هم يحاولوا يأثروا شوية في علاج الفيروس ده بسرعة، بحيث ان شركاتهم ترجع لنفس الريتم اللي هم كانوا عليها. والاهم ان هم يعني هيساعدوا في علاج كتير جدا من المصابين بالفيروس ده. خبر تاني من اليوم السابع بيقول ان في فلاتر على انستجرام معمولة يعني بشكل فيروس كورونا. عارف انت مثلا فلاتر ودن الكلب والمناخير دي؟ لا ده انت متابع صح؟
نروح لتاني خبر من اليوم السابع، واللي بيقول ان في فلاتر معمولة جديدة على الانستجرام، يعني عاملة اثارة غضب كتير من الناس او كتير من مستخدمين الانستجرام، وهو ان في فلاتر حطوها جديدة بشكل فيروس كورونا. يعني في فلتر كمامة كده ومكتوب عليها كورونا فيروس ووشك مش عارف فيه ايه كده، ودي حاجة اثارت غضب الناس. والصراحة برضه انا اول ما قريت الخبر يعني اصل الموضوع مش مستاهل ترندي وكده، لا احنا الصراحة الموضوع مش كويس بالنسبة لي، ما ينفعش كده. ونروح لأهم خبر شفته على اليوم السابع، وده منقول عن صحيفة بريطانية هسيب لكم اسمها هنا. وخبر ده بيقول ان في هاكرز بيستغلوا فيروس كورونا في ان هم يسترزقوا او ان هم يهكروا ايميلات الناس التانية. خليني اقول لك ازاي. حضرتك قاعد كده عادي على النت وجالك ايميل بيقول لك ان 5 طرق او 10 طرق تقدر تحمي بهم نفسك من فيروس كورونا بنسبة 100%. فانت تشدت للايميل ده ورحت داخل، فقال لك لو عايز تخش للمقال اللي بيقول كده مثلا اضغط على اللينك ده. اول ما انت تجي ضغط على اللينك انت كده ايميلك اتسرق، كل بياناتك بتتسرق، ايميلك وكل الارقام وكل، انت ايميلك اتسرق، كل حاجتك اتسرقت يعني بمعنى اصح. فيعني دي طريقة الهاكرز بيسترزقوا منها او بيصطادوا بيها يعني الناس، ان هو يبعت لك ايميل مثلا بيقول لك على طريقه عمل كذا، فانت تندهش فتخش انت كده ايه صباح الفل عليه. هي دي الاخبار اللي كانت معانا النهارده واهم الاخبار اللي متعلقه بفيروس كورونا. خش على صحيفه سي ام بي سي، خش على اليوم السابع في قسم التكنولوجيا، هتلاقي اخبار كتير جدا يعني دول كمان اهم الاخبار، في اخبار تانية غير كده. فبس كده، ربنا يبعد عنا وعنكم كل مرض. وبس كده، لو عجبكم الفيديو اعمل لنا شير بحيث الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي وكده، واعمل لنا لايك واشترك في القناه. وبس كده، يلا السلام عليكم.